كما جرت العادة، سوريا لا يمكن أن تغيب عن أي قمة. تصريح من وزير خارجية سوريا حول السعودية يثير التفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي. الوزير يعبر عن موقفه من المشاركة في اجتماع قمة جدة التحضيري ويشكر المملكة. وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره السوري على هامش الاجتماع، والطرفان يوضحان ما اتفق بلدهما عليه للمرحلة المقبلة. وفيصل المقتاد آخر من يغادر مقر الاجتماع. شارك وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في الاجتماع التحضيري لقمة جدة على مستوى وزراء الخارجية العرب. مشاركة سوريا هذه المرة كانت الأكثر جذباً للاهتمام لكونها استبعدت من الاجتماعات لمدة 12 سنة بعد تعليق عضويتها. يوم سوريا نجمة القمة العربية. كلها نجوم. شو بتقول تعليقها اليوم اللي كل يقول انه سوريا هي اليوم نجمة هذه الاجتماعات ومحط استقطاب؟ انا اقول كل الدول العربية هي نجوم، والان نعود بفضل الحكمة والقيادة الصحيحة الى وضعنا الطبيعي. المقداد شكر السعودية على مساعيها لإعادة عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، واصفا المملكة بالأرض الطاهرة وأرض العروبة. خلال حديثه إلى قناة الإخبارية السعودية على هامش الاجتماع، عبر المقداد عن سعادته بالمشاركة وأضاف: السعودية بذلت جهداً هائلاً لتحسين الأجواء العربية والاحتضان جميع الدول العربية، ونحن ممتنون لأن كل الدول العربية موجودة في هذه القمة، وهذا إنجاز لهذه القمة وللدور الذي قامت به السعودية. السعودية بذلت جهد هائل من أجل تحسين الأجواء العربية ومن أجل احتضان جميع الدول. وزير الخارجية السوري اعتبر أن بلاده كانت تناضل من أجل كل العرب، وأنها لم تشعر بأنها غابت عنهم لأنها كانت معهم دائما. المقداد تابع قائلا: الهجمة التي تعرضت لها سوريا على يد الإرهابيين كانت تستهدف كل العرب، والآن نحن مرتاحون لهذه الأجواء، ونعتقد أن وجود سوريا كان وسيبقى محترماً في كل المنتديات العربية. وفي السياق ذاته، التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان نظيره السوري على هامش الاجتماع التحضيري للقمة. بعد اللقاء أكد الطرفان أن قيادتي بلديهما عازمة على تفعيل العلاقات المشتركة وتعزيزها في المستقبل. وبحسب معلومات الجديد، المقداد كان آخر من غادر فندق الهيلتون في جدة حيث عقد الاجتماع، لكونه عقد الكثير من اللقاءات مع نظرائه العرب. هنا دعيني أشير أيضاً إلى أن من خلال مراقبة كواليس ما يجري، كان هناك حركة مكوكية من اللقاءات الثنائية بين مختلف وزراء الخارجية العرب، لا سيما مع بين الوزير الخارجية السوري وعدد كبير من وزراء الخارجية العرب. يمكنني أن أقول أن وزير الخارجية السورية فيصل المقداد كان آخر المغادرين من قاعة أو من مبنى فندق الهيلتون، حيث عقد أكثر من اجتماع وغادر جميع وزراء الخارجية العرب، كان آخر المغادرين تقريبا نتيجة اللقاءات.